مشاهدينا الكرام، للمزيد حول تطورات الحرب الروسية الأوكرانية ينضم إلينا هاتفيا دكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية. برحب بك معنا دكتور أيمن. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور أيمن. يعني بعد تحول بوصلة الاهتمام نحو الشرق الأوسط والصراع الدائر والحرب الدائرة على غزة، ربما ظهرت مؤشرات لإرهاق غربي نحو الحرب الروسية الأوكرانية. هل تستمر الحرب الروسية الأوكرانية لأعوام أم أن هناك مؤشرات على حسم هذه الحرب؟ أنا في رأيي ما زالت الحسابات حتى الآن هي حسابات صفرية ما بين أوكرانيا من جانب وروسيا من جانب. روسيا بتعتبر أنها ضمت 4 مناطق منذ سبتمبر عام 2022، وهي لن تتنازل عن هذه المناطق الأربعة بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014. وفي نفس الوقت يتحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أنه يريد استرجاع كل الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم. حتى الدعوات لعقد صفقة بين الطرفين أو هدنة أو حتى الذهاب إلى طاولة المفاوضات لا تجد أذانا صاغية من الطرفين، وبالتالي حتى الآن ما زلنا أمام حسابات صفرية، رغم أن الواقع يقول أن جبهة الدعم الغربية لأوكرانيا تراجعت بشكل كبير، ليس فقط بالمناسبة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي، لكن حتى قبل ذلك كان هناك حديث عن إرهاق غربي وأمريكي. على سبيل المثال تستهلك أوكرانيا في الشهر الواحد 250 ألف قذيفة مدفعية، هذا بيساوي استهلاك حلف الناتو لمدة شهر كامل، لمدة 6 شهور كاملة أثناء ذروة المعارك في العراق وأفغانستان. وبالتالي عندما تعهد الاتحاد الأوروبي في أغسطس من 2022 بتوفير 1,000,000 ذخيرة أو 1,000,000 طلقة أو 1,000,000 مدفعية لأوكرانيا، فشل في نهاية شهر أغسطس 2023 في توفير هذا الكم الهائل من القذائف. نفس الأمر بالنسبة لشركات الأسلحة الأمريكية بما فيها الشركات الكبيرة لوكهيد مارتن، رايسنون تكنولوجيز وغيرها. كل هذه الشركات قالت الرئيس جو بايدن أنها لا تستطيع أن توفر السلاح والذخيرة بالوتيرة التي تستخدمها أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022. لذلك هذه الشركات بدأت تعمل لأول مرة 3 شفت أو 3 ورديات، رغم أن هذه الشركات عمرها أكثر من 100 سنة كانت تعمل وردية أو ورديتين فقط، ورغم ذلك لا تستطيع أن توفر كل هذه الأسلحة والذخيرة التي تستهلك على جبهة طويلة تبدأ من خاركييف في أقصى الشمال الشرقي من أوكرانيا وصولا إلى زاباروجيا وخيرسون في الجنوب. طيب هنا في هذه المعطيات في إطار حديثك دكتور أيمن، يعني هناك يعني رد أو يعني منهاج من الولايات المتحدة وتصعيد خطير منها في نشر صواريخ طويلة المدى وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط، كيف ستنعكس هذه التصريحات على مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟ أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنهي الصراع في قطاع غزة بشكل سريع حتى تتفرغ للمعركة في أوكرانيا. كما تعلمين الكونغرس في الوقت الحالي رفض إقرار أي مساعدات عسكرية جديدة سواء لأوكرانيا أو لإسرائيل. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية بتريد إغلاق طي صفحة ما حتى تتفرغ للصفحة الأخرى. ضمن المسارات الموازية لاستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاحتمال اجتياح روسيا لأوكرانيا بعد في الربيع القادم او بعد انتهاء موسم السلوك الحالي، وضعت الولايات المتحده الامريكيه سلسله من السيناريوهات. السيناريو الاول اللي حضرتك اشرت اليه وهو نشر سلسله من الصواريخ قصيره المدى ومتوسطه وبعيده في المدى والتي يمكن ان تحمل حتى رؤوس نوويه سواء في اوروبا او في منطقه المحيطين الهندي والهادئ، بهدف ان تكون مستعده لمجابهه اي تحرك روسي من اي في اي جبهه. هذا واحد. الامر الاخر، هناك تفاصيل نشرتها الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، قالت ان الولايات المتحدة الامريكية نشرت اكثر من 270 قنبلة نووية تكتيكية في اوروبا وتحديدا في وسط وشرق اوروبا وبشكل اخص فيما يسمى بمجموعة بودابست التسعة. مجموعة بودابست التسعة وهي بتضم دول بحر البلطيق الثلاثة بالاضافة طبعا الى رومانيا وبلغاريا والماجر وتشيك وسلوفاكيا وبولندا. هذه الدول التسعة التي تمثل مجموعة بودابست
استقبلت عدد هائل من القنابل النووية التكتيكية، وهي قنابل صغيرة ليست بالقنابل التي مثل القنابل التي تم استخدامها في اليابان في الحرب العالمية الثانية. وأنا في رأيي هذه رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلف الناتو، أقول لروسيا إذا ما أردت اجتياح الجزء الأوسط من أوكرانيا والوصول إلى الحدود الأوكرانية البولندية كما يتصور بعض مخطط الاستراتيجية في وزارة الدفاع الأمريكية، إن هذا الأمر سوف يواجه برد أمريكي ورد من حلف الناتو صارم، ليس فقط بالأسلحة التقليدية المعروفة مثل السلاح والذخيرة العادية، لكن ربما يكون أيضا بإجهاض مثل هذا التحرك عبر نعم. إذن دكتور أيمن، يعني ما زالت المخاوف تزداد وهناك كما سعي عديدة لوقف هذه الحروب حتى لا تتأثر القوى العالمية وحتى لا يتأثر العالم بأجمعه أكثر من ذلك. يعني أعود بك إلى نقطة تحدثت بها وهي مهمة عن الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد أن تتفرغ لصراع واحد. هناك ضغوط كثيرة عليها من جانب إسرائيل في الحرب على غزة، ومن ناحية أخرى هناك أيضا قرارات صارمة منها في الدعم في هذه الحرب. هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التعامل مع الصراعين؟ أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تتعامل مع صراعين متزامنين بهذا الشكل، ولا تنسي أن هناك صراع ثالث متفجر في منطقة الإندو باسيفيك مع الصين، خصوصا ما يتعلق بتايوان. صباح اليوم تايوان قالت أن هناك أكثر من 10 طائرات صينية اجتازت المنطقة الحدودية البحرية ما بين تايوان والصين. أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع، رغم أن دائما الرئيس جو بايدن يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة. السبيل الدليل على ذلك نقص السلاح، نقص الذخيرة، نقص الطيارين. هناك مشاكل كبيرة جدا يتعرض لها الجيش الأمريكي، وهي نقص الطيارين خصوصا الذين عملوا في البحرية الأمريكية. وأعلن البنتاغون في نهاية شهر يوليو الماضي عن مسابقة لتوظيف أكثر من 12,000 طيار، لم يتقدم أو لم ينجح إلا 3,000 طيارين فقط. هذا يؤكد نقص كبير جدا في عدد الجيش. حتى الذين يلتحقون بالجيش الأمريكي تراجعوا بشكل كبير للغاية. الهدف للولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى حوالي 1.5 مليون متعاقد مع الجيش الأمريكي. بنهاية شهر أكتوبر الماضي أعلن الجيش الأمريكي أنه لم يحقق من هذا الهدف إلا 37% فقط. وهذه المشاكل الكبيرة في البنية أو الجانب البنيوي في الجيش الأمريكي، سواء المتعاقدين أو الطيارين أو غيرها، بتدفع الولايات المتحدة الأمريكية للاعتماد على الجانب التكنولوجي والجانب الصناعي وتوفير الأموال. طيب هناك سؤال يطرح نفسه على ساحة هذه الحرب دكتور أيمن، ولم يتم الإجابة عليه حتى الآن، وهو لماذا لم يتم حسم هذه الحرب من أحد الأطراف؟ يعني الأطراف لا طرف قادر على حسم هذه الحرب، لماذا؟ أنا في رأيي كلا الطرفين هناك تماثل أو تقارب في القوة بشكل كبير جدا، وأيضا في تقدير هناك خطأ في الحسابات. يعني على سبيل المثال، كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية الولايات المتحدة الأمريكية نفسها والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مثل مؤسسة راند البحثية وغيرها كانت بتروج لفكرة أن إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا سوف تكون هذه الحرب حرب سريعة وحرب خاطفة. فوجئنا بأن هذه الحرب هي حرب طويلة وحرب ممتدة وليست سريعة وليست خاطفة. حتى فيما يتعلق بهجوم إسرائيل على قطاع غزة، البعض توقع أن هذا الهجوم لن يسير في البداية إلا يحتاج في البداية إلى 3 أسابيع أو 4 أسابيع. نحن الآن في اليوم 80 أو أكثر من ذلك ولا يبدو نهاية لهذا الحرب. لذلك نمط هذه الحروب في الوقت الحالي لا تقوم على انتصار طرف، لكنها فقط بتقوم على أن طرف من أحد الأطراف يقوم بإفشال أهداف الطرف الآخر. نعم، هنا يعني مساعدات عسكرية، تدريبات غربية، أيضا حرب خنادق. يعني كما تحدثت دكتور أيمن، الطرفان متماثلان بعض الشيء في القوة. إذن ما هي أولويات طرفي النزاع الآن؟ في الوقت الحالي أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في الشهرين الحاليين الأولوية بالنسبة لها هو دعم إسرائيل بشكل كامل وغير مشروط، ربما في يعني تأمل في تحقيق انتصار على الفصائل في قطاع غزة، هذا أولا. وتؤجل حسم الصراع في أوكرانيا إلى ما بعد الشتاء. شهور الشتاء في الغالب بين أوكرانيا وروسيا يتجمد فيها الصراع، لأنه لا تستطيع الدبابات والمجنزرات والمعدات الثقيلة من التحرك على أرض يعني غير
متماسكة. وبالتالي الأولوية في شهر يناير وفبراير في تقديري سوف يكون الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم إسرائيل بشكل كبير للغاية. لكن إذا ما طالت الحرب في قطاع غزة إلى ما بعد شهر فبراير القادم ودخلنا في فصل الربيع، وقتها سوف يكون المأزق الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه وقتها سوف يكون مطلوب منها دعم أوكرانيا في حرب قد يكون هجوم مضاد آخر يبدأ في الربيع القادم، وفي نفس الوقت دعم إسرائيل. كل هذا في ظل كونغرس يعارض دعم الطرفين. اليوم صباح اليوم السيناتور الكبير جدا في مجلس الشيوخ بيرني ساندرز قال أنه لن يوافق ولن يقبل فكرة دعم إسرائيل أو إرسال 10 مليارات دولارات لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. وبالتالي أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون الأمر بالنسبة لها سهل خلال الشهرين القادمين، لكن إذا ما دخلنا في فصل الربيع سوف تكون اختيار أولوية من الأولويات المتاحة في غاية الصعوبة. جزيل الشكر على هذه الإيضاحات دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.